نناقش اليوم أزمة الحرائق في العراق بعد مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى. أستاذ نجم، بحسب وسائل إعلام عراقية فإن حوادث الحرائق في العراق تجاوزت 55 ألف حادث خلال العامين الماضيين فقط. ما الأسباب في هذا الرقم الكبير من حوادث الحرائق في العراق، بالإشارة إلى أنها وقعت في أماكن مختلفة، ما بين مستشفيات، ما بين مباني حكومية، ما بين أسواق تجارية، وكذلك قاعات أعراس كما شهدنا أمس؟ السبب الأول والأخير هو الفساد الذي استشري في مفاصل الدولة العراقية، خصوصاً الاستثمارات ومنح الإجازات والبناء والسيطرة والهيمنة على أراضي الدولة وأراضي المواطنين من أجل جعلها مشاريع استثمارية لكسب المال على حساب القانون. النقطة الأخرى، أعتقد كل بلديات في المحافظات والأقضية والنواحي هي مسؤولة على منح الإجازات لبناء هذه المشاريع، سواء فنادق أو مولات أو حتى القاعات وكذلك المجمعات السكنية والعمارات. لكن تعلم ويعلم أستاذ حيدر والمشاهد الكريم، بعض المتنفذين من هنا وهناك لا يمتثلون للقانون، وأنا دائما أقول القانون لا يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام. هل هناك أي جهود حكومية خلال السنوات الماضية وحتى الآن لحصر تلك الأماكن العامة التي يجتمع فيها أعداد كبيرة من الناس، ورؤية أي من هذه الأماكن لا تتوفر فيه معايير السلامة المدنية وبالتالي العمل على توفير هذه المعايير أو لا يوجد مثل هذا الحصر ولا تلك الجهود؟ والله هو المفروض هذا الموجود، اللي لازم هو يكون موجود، بس تعرف تبديل الحكومات إلى آخره، ما أعتقد أنه أكو فد إحصائية موجودة على هذا الموضوع. بمعنى هذا الأمر لا يمثل أولوية أو لا يمثل يعني أمرا مهما بالنسبة للحكومات المختلفة؟ لا هو لازم يكون هسه من الأولويات ومن الدرجة الأولى، لأن أرواح الناس مو بهالسهولة يعني. يعني أرواح الناس غالية على الكل، فمن المفروض تصير هي من الأولويات ومن من الشغلات المهمة بإداء الحكومة، بإداء الحكومة المحلية، بإداء الدفاع المدني، بإداء الجهات المختصة في هذا الموضوع، لغرض عدم تكرار مثل هذه الحالات. يعني المفروض نستفاد من الدروس السابقة، لكن مع الأسف ما شفنا احنا تقدم في هذه الخطوة.